السلام الفوز، مرحبا بكم في فيديو جديد في قناتكم اكزرسيس مات كو. في هذه الحصه ان شاء الله غادي نشوفوا التمرين رقم 17 بالنسبه للتيب ديال اللي كاين في صندوق الوصف، هو التمرين رقم 5 بالنسبه للشابيتر الاولى ديال بلوتومي سيكل اللي هي الكاركتيرستيك دو لاتون. التمرين هذا قال لك لو سيليسيوم ناتوريل اي كومبوزي دو 3 ايزوتوب، كاين السيليسيوم 28، سيليسيوم 29، سيليسيوم 30. قال لك لا ماس اتوميك دو سيليسيوم ناتوريل اي اللي هي لا ماس اتوميك غولاتيف ولا لا ماس اتوميك مويا عطاها لينا هي 28.0858 غرام بار مول، ما عطاهاش الوحده تما ولكن راه بغرام بار مول. عطانا هاد الجدول، عطانا لابوندونس ديال السيليسيوم 28 ولا ماس اتوميك ديالو، لابوندونس ديال السيليسيوم 29 ما عطاهاش وديال السيليسيوم 30 ما عطاناش، بينما لا ماس اتوميك ديالتهم راه عطاها لينا. شنو قال لك هو؟ قال لك كالكولي لابوندونس دي زيتوب سيليسيوم 29 و سيليسيوم 30. حسب لينا شنو لابوندونس ديال السيليسيوم 29 اللي كاينه في هذا الارض، ولابوندونس يعني النسبه المئويه ديالو اللي كاينه طبيعه بالنسبه للسيليسيوم 30. انا هاد لابوندونس ما نخليش علامه تعجب كما عطاني هو، غنسميهم صافي، نسميهم مثلا هذه غنسميها اكس وهذه غنسميها ايغري بكريات الماط صافي. اذا دابا بالنسبه ليا هنا كاين عندي نجبد هذا الشيء. انا اول حاجه اللي ما خصكش تنساها هي لا ماس اتوميك غولاتيف، العلاقه ديالها ام شنو هي؟ هي لا سوم ديال ام اي فوا اي، علاش على 100؟ هذه الاولى صافي، وهادي غنطبقوها هنا، اجي نطبقوها ها هي باش نخرجوا العلاقه ديالتها. ها هي ام اش كتساوي ليا؟ لا سوم على 100، ها 100 شنو لا ماس اتوميك ديالاش ديال السيليسيوم 28 في لابوندونس ديالو، يعني هادي في هادي، غادي نحسب القيمه ديال انا 27.9769 مضروبه في 92.2، غنضربوا هاد ام ديال السيليسيوم 28 في لابوندونس ديالو باش نحطوها هنا. انت تحطها كامله في الاول وعاد تحسب، انا ما كاينش مساحه. 27 فاصلة هنا 97.69 مضروبه فاش في 92.2، القيمه العدديه شحال؟ هي 2579.47 زائد شنو؟ لا ماس اتوميك غولاتيف ديال السيليسيوم 29 في لافوندونس ديالو اللي سميناها اكس، يعني اكس مضروبه فاش؟ في هاد 28.97.65 زائد شنو؟ لافوندونس ديال السيليسيوم 30 اللي هي ايكغيك مضروبه في لا ماس اتوميك ديالو اللي هي 29.9738 مقسومة على 100. هذه أول حاجة، وأول معادلة فيها شنو؟ فيها هاد إكس و إيكغيك. من هنا هاد 100 إلا بغيت نحيدها من هنا طلع للفوق، من هنا هاد إم هادي واش عندي ولا لا؟ هادي هي لاماس أتوميك غولاتيف، لاماس أتوميك ديال لي ليمون ناتوريل، عطاني القيمة ديالها هادي، اش غندير ليها؟ غنضربها في 100. فهنا 100 مضروبة في ام، و ام ها القيمة ديالها، عضربها 28.0858 عضربها في 100 اش غتولي؟ غتولي 2808.58 اش كتساوي؟ كتساوي هادشي اللي في البسط اللي هو هاد 2579.47 زائد شنو؟ هاد 28.9765 اكس زائد داكشي اللي مضروب في إكغيك اللي هو 29.9738 إكغيك، مزيان. وهاد إكس و إكغيك باش نمشيو مزيان غادي نبقى نكتبهم بلون مغاير، تنجبدوهم صافي. هنا راه كاين الأحمر، الأحمر مزال ما جبتش التعميرة ديالو عليه، دابا راه خدام غير بالزرق والخضر. إكس إكغيك، إذا دابا بالنسبة لي أنا بغيت نخلي غير إكس و إكغيك في طرف، يعني هادي كاملة اش غندير ليها؟ نديها للطرف التاني. غادي نحسب هاد 2808.58، هادي غتجي من الطرف الثاني تولي ناقص 2579.47، غنحسب الفرق ديالو، 2808.58 ناقص شنو؟ 2579.47، القيمة العددية شحال؟ 229.11، يعني بالنسبة ليا هادشي اللي مضروب في إكس اللي هو 28.9765 إكس زائد هادشي اللي مضروب في إكغيك اللي هو شحال؟ اللي هو 229.9738 إكغيك
اش كيساوي ليا؟ كيساوي ليا هو 2888.58 ناقص 2579.47 اللي هي شحال؟ اللي هي 229.11. 229.11 صافي مزيان. اذا هذه هي ليكواسيون الاولى اللي فيها اكس و ايغريك. عادي نحطها عندي، ندير عليها واحد النجمه. مازال ايكواسيون اخرى نقدر نجبد منها اكس و ايغريك. شنو هي؟ لا سوم ديال لي بوندونس شحال كتساوي؟ 100%. مزيان، حنا ديك في المئة كنختزلوها. لا سوم ديال لا بوندونس شحال كتساوي؟ ديال لي زوطوب كاملين هي 100%. لا بوندونس ديالهم كاملين 100%. يعني هاد اكس زائد ايغريك زائد 92.2 شحال هي؟ هي 100. يعني اكس بلس ايغريك بلس شنو؟ داك 92.2 شحال هادي؟ هي 100. انا خصني غير اكس و ايغريك يبقاو في الطرف. يعني بالنسبه ليا اكس بلس ايغريك شحال تساوي ليا؟ راه هي 100 ناقص 92.2. الا حسبنا 100 حساب 92.2 شحال الطرف الثاني تولي ناقص 92.2. 100 ناقص 92.2 شحال هي؟ راه هي 7.8. اكس زائد ايغريك شنو هي؟ راه هي 7.8. فهمتي هاد الجوج منين جبتهم؟ هاد ليكواسيون هادي وهادي، فهمتي من جبتهم؟ ضبطيهم؟ اجي دابا نحطهم عندي، نحطهم غير بجوج، على شكل، على شكل نظمة، حيت راه بجوجهم محقين، إذا هنايا غنحطهم على شكل نظمة، واش عندي؟ عادي، نحل داك النظمة، شنو درت؟ واحد دقيقة خصني نرجع دابا للفيديو. إذا هاهي عاود تكتبت هداك اللي كنت مسحت، هنا عاوتاني نعاود نكتب هادي عاد نمسح. دابا نمشي نمسح حتى هي، عندي إكس بلس إيكغيك، إكس بلس إيكغيك، أش كتساوي ليا؟ كتساوي ليا هي 7.8، هاهي النظمة، غنحل النظمة، كاين مجموعة من الطرق باش تحل النظام. لي فيهم ثلاثة د المعادلات، أربعة د المعادلات، خمسة د المعادلات، كرامر إلى آخره. حنا شوف، أنا غادي نحل هاد النظمة بأبسط طريقة. شنو هي أبسط طريقة؟ نجبد إكس من اللولة وغادي نعوضو في الثانية، ولا نجبد إيكغيك من اللولة ونعوضو في الثانية، اللي بغيتي. مثلا من هاد ليكواسيون جوج، من جوج شنو؟ نجبد إكس، إكس شنو هي؟ دي إيكغيك للطرف الثاني 7.8 ناقص إيكغيك، فين نعوضها؟ نعوضها في واحد، واحد كتولي ليا إلا عوضت إكس. واحد تولي ليا هي 28.975، عوض ليا إكس ب 7.8 ناقص إيكغيك، وهنا زائد هاد 29.9738 إيكغيك. اش كتساوي ليا هادي كاملة؟ كتساوي ليا داك 200. هنا لاحظ معايا شوف، باش مبقاش أنا ماشي معذب، هادشي هذا ساليت منو، غادي نمسحو عليا، حيت مبقاش محتاجو، جبات منو داكشي لي يعني قضيت مصلحتي فيه ياك. هكا كيديرو بزاف، كيقضيو مصلحتهم. إذا ما علينا، هما كيديروها في البشر وأنا كنديرها في الصفورة. هادشي أش كيساوي ليا؟ إيكغيك كيساوي ليا 229.11. إذا بالنسبة ليا هنا، غادي ننشر وغادي نجبد إيكغيك. يعني هنا 228.975 نضربها في 7.8 نشوف شحال. 28.9765 نضربها في 7.8، القيمة ديالها شحال؟ هي 226.067، 226.067، وهنا 28.9765 في ناقص إيكغيك، راه هي ناقص 28.97 ستة خمسة إيكغيك، وهنا زائد هاد 29.9738 إيكغيك. اش كيساوي هادشي؟ 229.11. مزيان. يعني دابا هاد العدد نديه للطرف الثاني، وداكشي اللي مضروب في إيكغيك غادي نحسبو مع بعضياتو. يعني بالنسبة لهنا عندي ناقص 28.9765 إيكغيك زائد 29.9738 إيكغيك، نحسب القيمة ديالها، يعني 29.9738 ناقص 28.9765، القيمة شحال؟
راه هي 0.99 73 0.99 73 إيكغي اش كيساوي هاد 226.0167 ديال الطرف الثاني. تما اصلا عندي 229.11 وهاد 226.0167 ديال الطرف الثاني ناقص 226 ياك 226.0167 ما عرفتش اش دخلني الشك في هذه. نعاود نحسب هاد 28.975 نضربها في 7.8 يعني ما عرفتش صافي راه هي هذيك. دابا نحسب هاد القيمة هاد اللي 229.11 ناقص 226.067 يعني هنا ما ديوش على داك 67 انا كنفرق المهم انت غادي تحسب صافي 9.11 ناقص 226.067 باش هكا كنكتبها مقادة في الآلة الحاسبة 3.0933 القيمة اللي خرجت ليا يعني هنا 0.9973 إيكغي شنو هي راه هي 3.0933 يعني من هنا شنو هي هاد إيكغي هادي غادي نقسم على هاد القيمة عطيني هي 3.0933 مقسومة على ياش مقسومة على 0.9973 يعني بالنسبة لي هنا إيكغيك شحال تخرج القيمة ديالها داك لابوندونس وعاد دير لها 100 خرجة دير لها نسبة مئوية ما فيها حتى شي مشكل. أنت في الأول حيت دابا ديال حاولت تالا غير الأسباب أنك الاختزال يعني دابا بالنسبة لي 3.0933 مقسومة على ياش على 0.9973 القيمة شحال هي 3.10 10 مازال 1%. دابا غنخرجوا اكس افتح لي هنا غنخرجوا اكس اكس راه عندنا في دلالة ايكغيك ياك يعني راه نقدر نخرجوا بالنسبة لاكس شنو هو راه هو 7.8 ناقص 3.101 فيعني القيمة ديال اكس شنو هي 7.8 ناقص 3.101 القيمة اللي كتخرج شحال هي 4.699%. وخا هاد القيم كاين فيهم ارتياب في القياس شوف هنا راه كاين شي غلط انا غنشوف واش كاين غلط ولا ما كاينش باش نعرف واش كاين غلط ولا ما كاينش غادي نمشي شنو عندي انا عندي لابوندونس ديال داك سيليسيون 28 انا غنكتب سيليسيون 28 غنسميها مثلا بالزيت راه عطاها ليا تما شحال عطاني عطاني 92.2% هادي هي لابوندونس ديال السيليسيوم اش ديال السيليسيوم 28 بالنسبه لابوندونس ديال السيليسيوم 29 راه هي اكس هذا نكتب حداها 29 هنا تحت وديال السيليسيوم 30 راه هي ايكغيك راه كنت كتبتهم هنا خصك تجمعهم ثلاثه تلقى 100% اكس زائد ايكغيك زائد زد نحسبهم بآلة حاسبه خصك تلقى 100% اللي هي 1 حيت لاصون ديالهم هي 100% يعني بالنسبه ليا هنا 3.101 زائد شنو 92.2 زائد 4.699 القيمة العددية هاي 100 واقفة باش تتأكد خصك تلقى 100% كتعطيك 100 واقفة صافي. إذا هذا بالنسبة لأش الخوش بالنسبة للتمرين رقم 17 التمرين رقم 17 احنا سالينا غادي نشوفكم في حصه مقبله ان شاء الله غادي ندخلوا للموديل دو بور غادي ندير واحد التلخيص ان شاء الله لذاك الشيء والعلاقات ديال سبور وداك الشيء باش من بعد ندوزوا للتمارين ديال الموديل كلاسيك دو لاطون.